لي قصر رياض بالمنزه هذه الليله التي قضيناها مع نوال الزغبي. واعتقد ان نوال الزغبي كانت تستحق ان تغني في سهره كبرى في تونس منذ سنوات عديده. على كل حال نقول احنا مثل شعبي تونسي، المليح يبطا ويجي في وقته، وجاء في وقته لانه تونس تحتفل بالذكرى العاشره للتغيير. واعتقد انه موافقه نوال الزغبي على الغناء لفايدة مشروع انساني صندوق التضامن الوطني 26-26 هو بمثابه الاحترام لهذا الوطن والاحترام لهذا الشعب، ونحييها كما حيتنا بالحب. فنقول لها شكرا لك على حفلتك، وشكرا لك خاصه على احترامك لموعدك انك من المسرح من اللقاء الجماهيري الكبير الى الاستوديو مباشره. فنانة نوال مساء الخير. مساء النور، يعيشك يا نجيب. مانيش باش نتعبك. ولا يهمك، سوف لن اتعبك لانك تبارك الله يعني بما فيه الكفايه. يعني ليله فعلا ليله العمر بالنسبه لإلي، وخاصه اني لاول مره بتلاقى مع الجمهور التونسي، وكانت حفله جدا رائعه. اكيد كل المشاهدين شافوها الليله، بقى يعني اكثر ما بقدر اعبر بالحكي. على كل حال نوال مش خليك ترتاح تتنفس، يعني تسترجع انفاسك. كيف كنت قبل الحفل؟ وقتاش مسكت الحفله في ديك يعني؟ يعني طبعا كل فنان بيبقى اعصابه بكل الحفلات، وخاصه اذا اول مره بيجتمع مع جمهور بالنسبه له لاول مره جديد. نعم. يعني بيبقى خايف يمكن ما يقدر يكمش الجمهور من اول دخوله. نعم. بس الحمد لله اليوم من اول دخولي كان الجمهور مرتاح ومبسوط ومشجع، وتقريبا حافظ اكثر الاغنيات. نعم، يعني بالنسبه لك انت المهمه كانت يسيره اليوم، سهله. ايه طبعا، يعني مشكله يعني كثير ناس خبرونا عن الجمهور التونسي منهم فنانين لبنانيه انه فعلا جمهور رائع جدا وبيغني اكثر من ما الفنان بيغني، وهو فعلا هيك. يعني اليوم انا تفاجات وكنت كثير سعيده وكثير مبسوطه وعم بعطي من قلبي. نعم، واعتقد انه من العناصر اللي سهلت لك مهمتك هذا المساء هو انك تشتغلين مع نفس الاكيب، نفس الفرقه، يعني تواجد نجمه مع نفس الفرقه الموسيقيه يعطيك فرصه التحكم في المسرح. طبعا هو كل فنان لازم يكون عنده فرقته الخاصه فيه، لانه دائما الفنان بيبقى اعصابه على المسرح، يعني لازم يكون في فرقه تفهم عليه شو بده، وبتبقى حافظت له بروجرامه اكثر، ويعني بيبقى الفنان مرتاح اكثر، مطمن اكثر انه ما راح يصير في غلط، كل شيء على ما يرام، الاغاني محفوظه، البروجرام صار معروف. يعني هالشيء هيدا بيساعد كمان الفنان انه يرتاح نفسيا اكثر. نعم، تو سفر 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 تونس، قبل تونس الحمد لله كنت في عمان، وبعد كنت في بانكوك، وبعد تونس كمان عندي حفلتين بعمان انا والفنان وائل. و يعني اجمل انا ما بحفظ كل البروجرام، بس بروجرام طويل. لا انا مش طالب البروجرام خاطر مش المهد لي سؤال. يعني كيفاش توزع وقتك بين تامين الحفلات هذه والاستماع الى الاغاني الجديده، دخول استديوهات التسجيل، تصوير الكليب، في نهايه الامر 24 ساعه ما يكونوش تبارك الله، معناها تقولوا انتم دقوا على الخشب يعني. الحمد لله. يعني كيفاش تنظم امورك؟ طبعا هيدا الفنان اللي بيبقى عنده اكيب كبير ومكتب فني مثل مكتب استوديو الفن. نعم. يعني هو بيهتم اللي باكبر قدر من الاشياء اللي بتسهل علي اني شوف، مثلا بيسمعوا الاغاني، بنقوا اغاني، هن بيهتموا بالحفلات، هن بيهتموا بالسفر، هن بيهتموا بالاعلانات، بيهتموا بالصحافه. يعني انا ما علي الا بس غني. يعني زمن المطرب اللي هو ياخذ المواعيد، اللي هو يبحث على الالحان، صار في مكتب اللي فرق صار دعايه، ولا وانتهى يعني؟ لا مش ولا، لانه لا اذا ايد وحده ما بتزقف. نعم. يعني اذا الواحد بيحمل 100 بطيخه بايد وحده طبعاً بيفشل. وباوروبا كل الفنانين الكبار هيك بيعملوا، يعني عندهم مكتب فني هو بيهتم لهم بمعظم الاشياء اللي بتسهل لهم كمان امورهم. يعني انا اوقات بوصل لوقت ما عم نام مثل اليوم مثلا. نعم. يعني لي 4-5 ايام بروفات وتحضيرات وسفر،
بقى هالشي هيدا بيكون هالمكتب مساعدني على انه بس اجي لقي كل شيء حاضر، كل شيء مجهز، يعني ما بشغل بالي بشيء ثاني، ما في شيء بيزعجني، يعني كل شيء مسهل. لا انا بالعكس حبيت ابرز قيمه هالتجربه اللي قايمه بها انت والبعض من زملائك وزميلاتك، يعني الامور ما عادش انه الخو والاخت معك والعائله لا طبعا العائله معي وين ما رحت، يعني خاصه معي زوجي مثلا مثل اليوم معي المخرج الكبير مسيو اسمر. نعم. سيمو اسمر. نعم. وكمان اشخاص من مكتب استوديو الفن مرفقيني كمان، يعني نحن كلنا عائله. نعم. اوقات كثير بتسافر معي الماما، اوقات كثير بتسافر معي اختي خيي. لكن على مستوى إدارة شؤون، لا إدارة شؤون إذا العائلة ما بتعرف بهالشؤون يعني يعني بفضل اعتزل الفن. نعم. لأنه كمان مثل ما هالفنان بيحترم حاله بيحترم الناس. نعم. لازم هالأشخاص اللي بيحطوا يكونوا مسؤولين عنه ويحكوا باسمه، يكونوا يعرفوا كمان بالشؤون الفنية. يعني أنا إذا بدي حط مثلا حدا من أهلي. نعم. ما بيعرف بالفن أو ما بيعرف كيف بده يتفق على حفلة، يعني هالشي هيدا بيسيء لإلي وبيسيء لإله. بقى بفضل أنه أعطي خبزة للخباز لو أكل نصه مثل ما بيقولوا. طبيعة الحال وهذا هو الطريق الصحيح اليوم، يعني نحن على مشارف القرن الجديد. في الأغاني اللي غنيتهم الليلة، ألا هي الأغنية اللي أنت تنتشي فيها بصفة خاصة؟ أنت تغني للجمهور، تحب الجمهور ينبسط، يسعد باللقاء بيك، لكن هذا في العمل يعني فيها فترات متاعك ملكك أنت، ألا هي الفترات اللي كانت ملكك أنت الليلة؟ يعني هي أغنية غريب الراي، مع أنه كلهم بحبهم وكلهم بمثابة ولادي مثل ما بيقولوا، شي مني. نعم. يعني كلهم غنيتهم بإحساس، غنيتهم بحب، غنيتهم بفرح، بس هالأغنية بالذات بحب غنيها بشكل. لماذا؟ يعني لماذا؟ هيدا الشيء بيبقى من إحساس، بيبقى شعور من جوا، بغنيها بحب، غنيها بإحساس كتير كبير، بحس بإيقاع، بحس بلحنة، بحس بكلمتها. وهالأغنية إن شاء الله أنه رح تشوفوها قريبا جدا عبر فيديو كليب كمان من إخراج طوني أبو الياس وميرنا خياط. وإن شاء الله الناس تحس فيها مثل ما أنا حاسة فيها. نعم. تكلفة الفيديو كليب كم تقريبا اليوم حتى يأخذ فكرة المتفرج؟ لأنه يعني عادة هذه الأسئلة تطرح، يعني يريد المتفرج يعرف أنه متعوب عليه الفيديو. أوقات بيبقى فيديو كليب مكلف كتير، يمكن ما بعرف قديه، وما بيبقى حلو. نعم. يعني ما بيبقى هالمبلغ محطوط بمحل لازم ينحط فيه، يعني بيقولوا لك هذا الكليب مكلف مثلا 200,000 دولار، وما تبخزني ما بيبقى مكلف يمكن 500 دولار. صحيح. مش هون الموضوع، الموضوع. نعم. الفكرة الجيدة. نعم. والإخراج الجيد. نعم. هودا اللي بيكبروا من قيمة الكليب. هلا أوقات كتير بيبقى في أشياء فوتوغرافيكس وأشياء يمكن بحاجة لصرف مادة. نعم. هذا شيء تاني، موضوع تاني. بقى أنا مع الفكرة الجيدة حتى لو كلفت كتير، يعني أنا بيهمني الفكرة وبيهمني الإخراج إنه يساعدوا الغنية ويوصلوها أكتر للناس. نعم. تقريبا 800 يوم. 800 days. أوكي. احنا عربي نحكي انجليزي يعني حتى نفهم بعضنا. أوكي. يعني 800 يوم تفصلنا عن نهاية القرن العشرين، سندخل القرن الجديد الله راد إن شاء الله، كيف تبرمجين لهذه الأيام المتبقية في هذا القرن؟ ما هي أحلامك؟ هل تسمحين بأن ندخل معك شوية عالمك الخاص؟ أحلامك يعني؟ أنت شوي عم تتسرع على الأمور، يعني خلينا نعيش بعد 100 سنة. نعم. 100 يوم وكله منيح، بس بالنهاية كل واحد عنده أحلامه وطموحاته. يعني الواحد إذا بيفكر بعلم الغيب أو لا، كيف تبرمجين؟ أكيد حفلات، نجاح، كاسات، شهرة، فيديو كليب، خلاص. أوقات كتير أنه بفكر أنه أنا أكيد سنة الجاي واللي بعدها واللي بعدها لازم أكون مستمرة ولازم أكون ناجحة، وهالشي بيقلقني، لأنه مثل ما أنا هلأ اليوم ناجحة من خلال أني عم نقي أعمال جيدة، عم بختار المواقع المناسبة، كل شيء يعني عم بيكون كمان الحظ والله سبحانه وتعالى. وبتمنى انه كمان الله يوفقني بالايام المقبله انه كمان تكون خطواتي ثابته. نعم. كل شيء بختاره يكون مزبوط وصحيح. نعم. وان شاء الله سنة الجاي انه نشارك بكارتاج. ان شاء الله. احنا كان لازم نشارك سنة الماضي
بس الوقت كان شوي ملخبط. نعم. إن شاء الله إنه سنة الجاي كمان منشارك بكارتاج، هو مشاريع كتيرة إن شاء الله إنه بوقتها منحكي فيها أكثر. نعم. حكينا إلى حد الآن عن نوال الزغبي الفنانة، حفلات، تسجيلات، أغاني، رحلات، به خليها على جنب. شو أخبار نوال الزغبي الإنسانة؟ يبدو أنك مقصرة مع الإنسانة. يعني مقصرة شوي، لأنه دائما الفنان يحب جمهورك لو تعترفين إن كان هناك تقصير. يعني طبعا يعني في تقصير كحياته اليومية. نعم. يعني أنا ما بقدر هلأ أعيش الحياة اللي كنت عيشها قبل ما أدخل الفن. طبعا كتير أمور ما عم بقدر أعملها، مناسبات، زيارات، أني أشوف أصحابي اللي كنت أشوفهم كل يوم صرت بشوفهم مثلاً بالشهرين مرة، كتير أمور. النهار والأولاد. صار ليل والليل والأولاد. صار نهار. لا الأولاد هولي بغير سكة، لأنه الأولاد كتير مهمين بالنسبة لإلي، وإذا الله طعمني أكيد رح وقف لفترة تكون أنه على كل حال الشائعات يعني مهدت الحمد لله. إلى ثلاث سنين بيقولوا نوال الزغبي حامل، طب حلو هالولد يكبر. مين ما بيشوفني بيقول لي حامل حامل. نعم نجم نقول، نقدر نقول أنه نوال الزغبي محظوظة بزوج متفهم لحياتها الفنية. الحمد لله وبحب فنه. ما عندكش مشكلة الغيرة مع زوجك؟ ليك بدي لك شغلة، يعني بدي أقول لك شغلة، ما في رجل إلا ما بيغار. لا متفقين، بس في هل شغلة يغار كثيرا أم قليلا؟ هلأ بيغار علي حبا الفنية. علي خوفا علي. نعم. وقلت لك ما في رجل إلا ما بيغار، وإذا ما بيغار ما بيكون طبيعي. طبعا. بس بالنهاية المرأة هي كمان لازم تعمل حدود مع المعجبين، مع الناس اللي بيخلوا الغيرة تكبر ويمكن تلخبط الدنيا كلها. يعني أنا من النوع اللي بحاول قد ما في إنه ما خلي زوجي غار، بالعكس يعني نحن متفقين، ويمكن إذا من غار خوفا على بعض مش غيرة. هل تشعرين أنه في بعض الأحيان يزداد إعجابا بك عندما تكونين على المسرح أم عندما تكونين في البيت؟ صراحة بدك تسأله لإله. ليه عندك الحاسة السادسة بتاع المرأة طبعا. يعني أوقات كتير بيعطيني ملاحظات ببقى أنا يمكن ما انتبهت لها، بتكون طبعا بمحلها لأنه بحب صالحي، بحب أنه دايما يكون الأحسن ودايما يكون ناجحة، وطبعا بياخد بنصايحه. و يعني نهار اللي ببدع بيقول لي بدعتي، نهار مثلا بيبقى في كم شغله مثلا حس انه يعني. هل يفصل بين الشخصيتين، الشخصيه بتاع المراه زوجته نوال الزغبي والشخصيه الجماهيريه الفنيه؟ طبعا يعني هو بيكون من الجماهير اكثر من انه زوجي او يمكن بينظر لي، بينظر لي كشخص. نعم ناقد صعب ينقدك بقوة. بقوة ما يجامل؟ لا أبدا. يعني أوقات يعني كل شغلة بيقولها بحس إنه فعلا لصالحي، لو مش لصالحي أكيد ما بيقولها. نعم به مش ياخذ شوية تليفونات قبل ما تعملنا عملية سحب الفاكسات متاع من هو صاحب الحظ السعيد. ألو مساء الخير. تليفونات، ألو مساء الخير. تليفونات به في انتظار التليفونات، وإذا كان جاهز ادخل على الخط مباشرة. عملنا مسابقة وعدد الفايزين تبارك الله من الجزائر، يعني أصحاب الجواب الصحيح، والجزائر من أوكرانيا. شوف قد شافوا الحفلة متاعك اليوم. لطفي رويسي هذا من 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 ألمانيا، ثم هند حسن العلي من الشارقة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من نيدرلاند إذن هولندا ليندا، أيضا عنا هذه من الجزائر من تبسة الفاكس من سي محمد الهادي والعائلة بتاعه، ثم أيضا هذه من تونس من منطقة البلفدير، المملكة العربية السعودية ومن جدة سي إبراهيم محمد الشمالي، يمكن يكون من كلوديا الشمالي هذا، باهي محمد البيداني الشربتي من جابس تحك سيمون الأصمر يعرف علاش، ومايا منذر بكواش من الإمارات العربية الشارقة. إذا هذه عملية السحب اللي باش تقوم بها نوال الزغبي الآن على الهواء مباشرة. أنا بدك تحملني مسؤولية كتير كبيرة. احنا عملنا على تاريخ، والتاريخ الصحيح هو أكتوبر 93، ف
اوكي نسحب هيدي. ما تسحبش الشمالي بس. الشمالي اولك. نعم نعم نعم. من كييف عاصمة اوكرانيا الاتحاد السوفيتي سابقا، يعني نجاة ناشي، مبروك لنجاة ناشي صاحبة الجواب الصحيح. مبروك. ايضا طبعا ايضا جاتنا فاكسات هذه من سوريا من فاروق قزباشي برونتو، هذا معروف برشا. وطبعا نحن بالمناسبه نقدموا التعازي للفنانه الكبيره ميادة الحناوي بمناسبه طبعا بعد فقدانها للوالده العزيزه الله يرحمها وينعمها، قدموا لها التعازي بطبيعه الحال. وتحياته نوال الزغبي وصلت. ولو انه يسالك يعني شريطك الجديد متى ينزل للسوق؟ شريط الجديد يعني حبيت يا ليل له حوالي الاربع خمس شهور ان شاء الله انه راح يشوفوا غريب الراي ضمن فيديو كليب حوالي العشر ايام. وعم حضر كاسات جديد ان الله راضي بيخلص بعد شي اربعة اشهر كمان. نعم هذه تحيه ليك من صالح السميتي من سفاره تونس بنواكشوط في موريتانيا، بيقول لك لماذا لا تقدمين حفلات في نواكشوط في موريتانيا؟ يعني اذا في دعوه اكيد ليش لا، انا بحبذها. نعم. ثم هذه من الهادي مهدي حسن وسولانج معروف من سويسرا، تحيه كبيره وتحيه لسياده رئيس الجمهوريه مناسبه الذكرى العاشره للتغيير المبارك. ويقول لك هو والعائله نتاعه انك اسعدتينا ونحن شكراً. في بلد الثلوج يعيشك. نعم. يعيشك. نعم حفلتك الليلة تعرف شو رأي الجمهور بالضبط فيك؟ يعني حسب رأيك. حسب رأيي يعني أكيد لو 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 ما كان مبسوط ما كنت عم بسمع وعم بغني، ما كنت عم بسمع وعم بزقف، ما كنت عم شوفه فرحان. وبس دايما بضلني قلقة حتى أعرف مظبوط. احنا حطينا أمل شاهد والفريق التقني معاها في الكواليس اليوم في الحفلة وسجلوا ريبورتاج وتم اعداده تقنيا باش نبثه الان حالا. اوكي من حفلتك. يلا ها راي جمهورك هو يتابع حفلتك. اوكي عشر دقائق تقريبا من اللي بدات وتنجم تقولي شنو قولك فيها؟ والله حسب ما يظهر الحفله ناجحه وان شاء الله يتمتع الجمهور بهالسهره. عندك شي سؤال تحب توجهه لنوال ولا حاجه تحب تقولها لها؟ نسالها بالنسبه لها هي، الفنانين جاوا قبلها كانت نقطه الانطلاق نتاعهم تونس، شو شعورها هي بالنسبه لها هي كفنانه تزور تونس اول مره؟ نعتبر الفن اللبناني هو امتداد للحضاره التونسيه. لذلك يعني أنا معجب بالفن اللبناني ابتداء من راغب علامة وليد توفيق وصولا إلى الجيل الأخير اللي تمثله نوال الزغبي. أنا هذاك السبب اللي خليك تجي تحضر حفلة نوال الزغبي؟ هذا سبب، وسبب الآخر هو المساهمة في الصندوق القومي للتضامن 26-26. تعجبني في غناها، غناها خفيف وباهي مقبول. حلوة برشا، وعمري لو كنت نصر بجي شيها جمهور هذا الكل. جو ياسر تعفون، معناتها مغنيه معناتها سمعنا عليها برشا، فهمت قدمنا نجيب الخطاب. بو تعفون اللي حد لنا حلوه برشا وجو ياسر حلو. ان شاء الله ديما فرحانين نحن، فهمت؟ خرق العاده الحفله. كل شيء بالقدام، نظمه مريقله، فرحانين كيما جماعه هكا. ونوال زغبي ايش قولك فيها؟ فنانه والله انا اول مره نشوفها الحق. وعجبتني، عجبتني برشا. تحبش تقولها حاجه؟ والله ماذا بينا لو كانت تولي تزورنا اكثر في تونس. نحب نشكر على الجايه نتاعها لهنا لتونس والمساهمه نتاعها في انجاح المسيره التنمويه. جيت من سوريا لتونس باش تشوف نوال زغبي؟ لا من ايطاليا. من ايطاليا. من ايطاليا؟ مخصصه للحفله؟ نحن بشار معروفه بالنسبه لنا كثير يعني.
ومن وراء الدعايات اللي نشوفها بالاذاعه التونسيه بالبارابول بالقناه السبعه ايوه لتونس، بنتابع الاخبار العربيه دائما احنا بايطاليا. عايزه تحفونه ربتها في الدنيا احلى من الكليب، في الدنيا احلى من الكليب. ايش الشباب اللي في عمرك واليوم معبين القاعه توا مغرومين بنوال زغبي؟ خطرة غناها تحفون ياسر حلو متاع تو كندراها قدامك باش تسالها. والله ما نعرفش باش نقولها تبارك الله عليك. فماش اغاني جديده، فماش تتحفنا بكليبات جدد. ان شاء الله عجبك. يعني بالدنيا احلى من الكليب، يعني بالدنيا انا على المسرح. على المسرح وقاتك اجمل، هذا من حسن حظك الحمد لله. طبعا لأنه يعني لانه ثم برشا صناعه الكليب وافاجئ. انا شخصيا لما استضيف ناس يعني على اساس شفتهم في كليبات ولما نمشي قبلهم افاجئ او افاجئ او ما بتعرفهم اي بالصوت. يتمناوك ترجع بالصيفيه، يتمناوك ترجع برشا مرات. يعني انا حبيتهم كثير وبتمنى كل سنه زور تونس لانه عن جد بلد بياخذ العقل. سبقوا يمكن بالمقابلة امبارح قلت لك فيها شيء من لبنان، خضارة وشعبة طيب كتير ومضياف وبيحب الفن والفنانين. تعرف لي ثم التاريخ يربطنا من سوريا إلى قرطاج يعني. طبعا وحمل طبعاً. هذا حليم الرومي يعني وغنى لقرطاج تبع حال تاريخ كبير يربطنا. قرطاج طبعا حلم لأي فنان بيحلم يقف على خشبة هالمسرح العظيم. لأنك كنت يا النجمة الحقيقية هذا المساء، ولولا مجيئك ما كنا أنجزنا كل هذه السهرة. كمان يعطيكم ألف عافية. فأترك لك سيدة العزيزة كلمة اختتام هذه السهرة، ماذا تقولين للجمهور؟ شو بقول لهم لكلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، بس يهمني أني أبقى صحيح شغلك. يعطيك الصحة، نهديلك الورد، هذه بقات الورد ليك. شكرا نوال الزغبي. شكرا. طبعا من صحافة التجمع ومن التلفزيون التونسي الفضائية التونسية. خلي اللوتة بيسيرش. يعطيك الصحة. ظن أحلى صورة ننهي بها هذا اللقاء. شكرا طبعا. لكما أحلى صورة ننهي بها هذا اللقاء. أتمنى تبقى معلومة أخيرة، عندك حفلات في صفاقس؟ لا ما عنديش حفلات في صفاقس. يعني توصلين بالسلامة إلى بيروت؟ شكرا. أنا الصبح مشي بيروت، إذا بتحبوا توصلوا شيء لأهالي بيروت. يعني نقولوا شكرا للبنان أن عندنا نوال الزغبي. شكرا شكرا. شكرا لك ليلة سعيدة وربي يوفقك. وإن شاء الله تضلكم هيك سعيدة يا رب. عنك. سيدتي نهاية هذه السهرة معكم، نلتقي في أيام الفرح ودائما الوطن فرح، وفرحنا الليلة بنوال الزغبي. تصبحون على خير وأحلام لذيذة. شكرا لك.